برحب بيكم طبعا كل مشاهدينا الكرام. ده جزئنا الثاني من هذا الحصاد. في هذا الجزء هنتكلم عن اشياء كتيره جدا في غايه الاهميه، وزي ما قلنا لكم طبعا خلاص شهر رمضان قرب، خلاص قرب يعني ان احنا نستقبله باذن الله بكل يعني بركاته الطيبه وبكل اجواءه الايمانيه. لكن مع ده في ايضا اجواء اخرى، وهي الاجواء الشرائيه والتجهيز لهذا الشهر من طبعا مستلزمات طبعا لحوم وخضروات وحاجات كتيره قوي بنملى الثلاجه على عينها. يعني الحقيقه مشاهدينا الكرام احنا عندنا قطاع طبعا مهم جدا وحيوي جدا في وزاره الزراعه اسمه قطاع الانتاج. هذا القطاع يعني بيشتغل على قدم وساق، مش بس قبل شهر رمضان، طول السنه الحقيقه، طول السنه واحنا متتبعين هذا العمل اللي بيقوم به قطاع الانتاج، منافذ بيع مختلفه، شوادر في مناطق مختلفه، حتى كمان عربات متنقله، تعاون مع وزارات مختلفه وجهات مختلفه، مع وزاره التموين، مع القوات المسلحه، علشان ايه؟ علشان نحاول قدر الامكان ان احنا نهبط بالسعر، ان احنا نقرب للمستهلك، ان احنا نحطم الاسعار اللي بقت فظيعه. سعر كيلو لحمه بقى ب 85 جنيه و 80 جنيه، لكن طبعا هذا الدور اللي بتقدمه وزاره الزراعه من خلال قطاع الانتاج، خلينا نشوف ان في لحوم بلديه محترمه ونظيفه جدا وجيده جدا بتتباع ب 50 جنيه وب 55 جنيه. دور في غايه الكفاءه والاهميه ايضا كمان. اسمحوا لنا بقى نرحب بضيفنا الكريم، طبعا هذا الجندي اللي بيشتغل ضمن هذه المنظومه الكبيره جدا واللي الحقيقه له دور واسهامات كبيره فيها، باشمهندس المحمدي البدري مدير عام التسويق بقطاع الانتاج بوزاره الزراعه. برحب بيك. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. حضرتك طيب وبصحه وسلامه، وانا عارفه ان دلوقتي انتوا يمكن الامور بقت اشد. يعني الاول كنت بتبقى يعني مثلا تجي لنا في يوم مثلا تكون جاي لنا من بورسعيد، تكون جاي لنا من محافظه مختلفه، ويا دوبك توصل البيت وتجي لنا على طول على الاستوديو. وده حصل النهارده. النهارده جاي لنا منين بقى؟ من المنوفيه. ياه. طيب باشمهندس محمدي جاي لنا النهارده من المنوفيه، لكن قبل ما نبدا معاه هذا الحوار وقبل ما نتعبه معانا في الحوار بتاعنا النهارده، هنستأذن حضرتك تشوف معانا هذا التقرير يعني عن المنافذ اللي تم فتحها يعني مؤخرا، وهذه طبعا هذه المجهودات الجديده نشوفها ونرجع مره اخرى، وهي بالمناسبه هي في الفيوم فهنشوفها ونرجع لحضرتك مره اخرى وللساده المشاهدين. لقائي مع السيد وزير الزراعه اتفقت انا وسيادته ان احنا هنجيب منافذ بيع متحركه كل منتجات وزاره الزراعه للقضاء على السوق السوداء طبعا في الاتجار في الاسعار، يعني طبعا المواطن يهمنا من الدرجه الاولى. تواصلنا معاه دي المره الثانيه خلال اسبوع، جالنا حوالي 7 عربيات زي ما حضرتك شايف كده، واحنا هنبدا نوزعهم النهارده تاني لان كانت لقت استحسان واستجابه من المواطنين، الاسعار منخفضه جدا اللي جت من وزاره الزراعه. بصراحه المنافذ موفره المنتجات باسعار رخيصه جدا، يعني اللحمه احنا جايبين اللحمه ب 38 جايبينها ب 38، الطماطم متوفره برده بسعر رخيص اقل من السوق بحوالي النص، يعني هي بره بحوالي ب 6 جنيه وب 7 جنيه هنا بيدوها ب 3.5 كيلو. الاسعار مرتاحه وتمنها مرتاح وخضار طازه. ما شاء الله حلوه ممتازه ما شاء الله، وبناخد اهو منها لان اسعارها رخيصه وكويسه. والله فكره جميله يعني. كويس بس عايزينها تكتر وتبقى منتشره يعني في جميع الجمهوريه وكده المحافظه. بالنسبه للعربيات خدنا العربيات للمنافذ الموجوده عندنا في ميدان الحواتم وميدان الصوفي وميدان التدريب وقدام مديريه الزراعه وقدام ديوان عام المحافظه، كل العربيات نزلت بمناديبها
والتوزيع والاسعار متواجده في متناول الجميع المستهلك. سرعه فعلا جميله جدا ومتوفره وارخص من السوق بكتير قوي. يا ريت يعني يا ريت في كل مكان يحصل ويكون في عربيه من ديت تبع الزراعه تكون تجيب لنا الحاجات رخيصه كده والحاجه حلوه ومتوفره ورخيصه جدا بصراحه. يعني اللحمه بره لما اللحمه تبقى ب 37 من 70 او 60 فرق جامد يعني، فربنا بس يسهل والعمليه تمشي كده وتبقى على كده على طول. والله الحمد لله احنا في تحسن كبير قوي احسن من الاول، بس الناس بس اهم حاجه يكون عندها نظام. يعني الناس برضو يعني واجب علينا احنا كشعب لازم يكون عندنا نظام شويه ويكون في قلبنا رحمه، يعني كل واحد ياخد احتياجاته بس ويدي الفرصه لغيره بس وتبقى الدنيا كلها تبقى زي الفل. شفنا مشاهدينا الكرام محافظة الفيوم، وشفنا أبناء وطبعا أهالي محافظة الفيوم، وشفنا كمان سيادة المحافظ المستشار مكرم نبيل محافظ الفيوم وهو بيتفقد كمان وبيشوف هذه الجولة، بيشوف هذه العربات، وسمعنا كمان آراء الناس، وحنسمع أيضا كمان من ضيفنا الكريم. برحب مرة أخرى بالبشمهندس محمدي البدري مدير عام التسويق بقطاع الإنتاج بوزارة الزراعة. برحب بيك يا فندم مرة أخرى. أهلا بيك. العربيات شفناها شكلها كويس قوي. العربيات دي كفاية اللي الناس قالته يعني الحمد لله. تمام، ده شيء هايل جدا. العربية دي مبردة مش كده؟ بتبقى كل الحاجات اللي فيها تلاجات. هي تلاجة. تلاجة. احنا دلوقتي شفنا خضار وشفنا لحمه وشفنا الناس كلها بتتكلم عن انخفاض في الاسعار بالنسبه اللي هم اشتروه الحاجات دي طبعا مقارنه بالارتفاع بالاسعار بره. احنا كده تقريبا شفنا انخفاض للنص باشمهندس محمدي. انا كنت عايز اشرح بس لحضرتك فكره الانخفاض دي بتيجي ازاي. هو الاداره العامه للتسويق لما جت انشئت او المنافس اساسا بتاعت وزاره الزراعه لما جت انشئت هي تم انشائها لإلغاء دور الوسيط بين المنتج والمستهلك. يعني لو انا عندي في المزرعه الطماطم بجنيه ممكن تلاقيها وصلت سوق بخمسة جنيه، لان عندي تاجر جمله وعندي نص جمله وعندي تاجر تجزئه، عندي سلسله من التجار موجوده ما بين المنتج والمستهلك. الدور بتاعنا هنا ان احنا نلغي السلسله دي، يبقى انا باخد من المزرعه وبدي للمستهلك على طول، فاقدر انزل اسعار. يعني زي ما حضرتك شفت الطماطم، بقول الطماطم بالنص سعر النص. احنا فعلا لما نزلنا الفيوم اول زياره كانت الطماطم ب 10 جنيه في الاسواق الموجوده في الفيوم، احنا كنا بنبيعها في العربيات ب 4 جنيه. اولا ده بيخدم المستهلك وبيقضي على جشع التجار. العربيه لما تبقى موجوده في مكان ويبقى معروف ان الوزاره بتبيع الطماطم ب 4 جنيه مليون في المية الأسعار هتنزل، الناس هتحس بده، فالأسعار هتنزل، يعني مش هتقبل على 10 جنيه تقول لي في عربيات الوزارة ب 4 جنيه. واحنا لما جات لنا تعليمات مع الوزير اللي احنا نضخ كميات كبيرة جدا من الخضار، احنا في الفترة دي فعلا قللنا الأسعار في أقل من أسبوع، يعني الطماطم نزلت من 10 ل 8 ل 7 ل 6 ل 5 ل 4 في أقل من أسبوع. لأن احنا ضخينا كميات كبيرة جدا من الخضار في المنافس الثابتة والموسم المتنقل. وبعدين احنا مش مختصرين على الفيوم بس، لا احنا كنا بنبعت، كنا مهتمين جدا الفترة اللي فاتت بموضوع الخضار. احنا كنا بنبعت لحد الوادي الجديد. انا عندي منفذ في العوينات وعندي منفذ في الوادي الجديد، فكنا بنبعت عربيات محملة بالخضار يمكن بشكل يومي لمحافظة الوادي الجديد وكل المحافظات الصعيد واحنا نازلين. فده عمل ضغط على التجار في السوق، فالاسعار قلت في اقل من اسبوع. يعني احنا دايما الازمه بتاعت الطماطم دي كان بتقعد اسبوعين ثلاثه شهر، فعلا احنا السنه دي ربنا اكرمنا اللي احنا قدرنا نسيطر على الموضوع في خلال اسبوع بكتير جدا، كانت الاسعار فعلا بتاعت الطماطم ابتدت تنزل يعني. فده كنا احنا في الفيوم، واحنا بناخد محافظات ثانيه كتير. يعني احنا بناخد. طب بالنسبه لموضوع الباميه اللي قلب الاعلام المصري. لا هو الباميه، ما انا هقول لحضرتك، هو الباميه بس هو الفكره ان ارتفاع الاسعار ده الوزاره مش مسؤول، يعني الوزاره مش هي المسؤوله الوحيده عنه. نعم. لانه في اعمال، في عوامل كتير جدا، يعني في عوامل بيئيه ممكن تتحكم في الموضوع ده، في الفرق بين مواعيد الزراعه والعربيات. انت عارف حضرتك في حاجه اسمها البشاير،
لما اكون انا عندي زارع فدان باميه، فاول لما باجي في اول مرحله الجمع اللي انا بجمعها ممكن الفدان ده كله يجمع عند 10 كيلو، فالفدان الفلاح يبيعه بكام؟ مش موجود. لكن لو احنا استنينا اسبوع، يعني احنا في محافظه الفيوم في ثالث زراعه لينا، احنا كنا بنبيع الباميه في المنافس بتاعتنا ب 6 جنيه. فدي كانت بشاير، يعني لازم نعرف ان لما بتيجي، يعني حتى في الفاكهه لما بنيجي نشتري المشمش في اول الموسم، المانجا في اول الموسم، اي حاجه في اول الموسم، يعني لما اجي اشتري المشمش في اول الموسم ممكن يوصل 15 جنيه، بعد اسبوع هتلاقيه ب 10، بعد اسبوع تاني هتلاقيه ب 8. فده فرق الزراعه ما بين العروات، ما بين لو انا عندي صيفي، لو انا عندي شتوي، دي نهايه عروه، دي بدايه عروه، عروه ثانيه. فبما فيه الفرق ده في البدايه البشاير، يعني انا بجمع النهارده من الفدان 10 12 كيلو، الاسبوع الجاي لما اجي اجمع هجمع 200 كيلو، الاسبوع اللي بعديه هجمع نص طن. فده عادي جدا ان سعر البشاير يبقى غالي. لكن ده بيبقى في الفتره قد ايه؟ يعني بيقعد قد ايه في السوق؟ يعني هتلاقيه برضه اسبوع 10 ايام. متهيألي هي ما عادتش 10 ايام والاسعار نزلت. لا هو احنا بالنسبه لي احنا بنتكلم، اصل انا بالنسبه لي برضه في الخضر وفي حاجات استراتيجيه زي المحاصيل زي الرز والقمح والكلام ده، برضه في الخضار عندي حاجات استراتيجيه البيت ما بيستغناش عنها. يعني الطماطم من الحاجات اللي ست البيت ما بيستغناش عنها، بتخش في جميع انواع الطبخ. فدايما الطماطم لما بتغلى الناس كلها بتهتم بيها، بتخش في جميع الاكلات اللي حضرتك بتستخدميها في البيت، فدايما بيبقى الناس متابعه سعر الطماطم ايه. لكن احنا فعلا لما ضغطنا بالعربيات بتاعتنا وفي المنافذ ان احنا ضخينا كميات كبيره جدا من الخضار ده في خلال اسبوع، فعلا نزلنا بالاسعار في السوق. طب باشمهندس كلمني بقى عن اللي بتعملوه دلوقتي، يعني انتوا اكيد دوركم بقى مكثف، اكيد عملكم بقى بزياده قوي، واحنا خلاص فاضل تقريبا اسبوع على شهر رمضان. ايه بقى اللي بيحصل؟ انا هقول لحضرتك، بالنسبه للمنافذ الثابته احنا كنا اتفقنا مع معالي المستشار ان هو عايز يجهز منافس ثابته في الفيوم، وده كان طلب المواطنين وهو نازل اول مره يشوف العربيات. المواطنين قالوا له احنا ما عندناش منافس لوزاره الزراعه، احنا عايزين. فمعالي المستشار اهتم جدا وخدنا وفر لنا اماكن وعيناها واتصل بمعالي الوزير. معالي الوزير اصدر تعليمات اللي احنا في خلال اسبوع لازم المنافس تبقى فاتحه، وفعلا الميعاد اللي احنا اديناه بعد اسبوع كنا فاتحين اربع منافس وهم شغالين دلوقتي بكامل قوتهم، فيهم خضار، فيهم فاكهه، فيهم اسماك، فيهم دواجن، فيهم لحوم بجميع انواعها. وفعلا احنا في خلال اسبوع كنا مخلصين الاربع منافس دول. ده بالنسبه لمحافظه الفيوم واشتغلوا خلاص. بالنسبه لمحافظه بني سويف في اربع منافس تاني تمت معاينتهم، وان شاء الله برضه قبل رمضان احنا بنوعد ان شاء الله ان هم يكونوا شغالين. في اسكندريه ان شاء الله قبل رمضان برضه هنبقى شغالين. في وسنا احنا شغالين حاليا دلوقتي في منفذ، في خلال 3 4 ايام ان شاء الله يكون خلصان. في البحر الاحمر في جمعيه التعاونيه الاستهلاكيه ان شاء الله قبل رمضان برضه هيكون شغال في الغردقه. فان شاء الله قبل رمضان في عدد من المنافذ كويس جدا هنقدر ان احنا نفتحه قبل رمضان. نعم. دي بالنسبه للمنافذ الثابته يعني. بالنسبه لختمتنا بقى لرمضان، احنا لما جينا عرضنا على معالي الوزير احنا قلنا هنعمل شنطه في رمضان. شنطه رمضانيه. والحمد لله احنا قبل ما نخش رمضان احنا عندنا اقبال شديد جدا، يعني احنا احنا لما جينا عرضنا على معالي الوزير الخطه احنا قلنا هنعمل 100,000 شنطه لرمضان. فمعالي الوزير قال احنا عايزين نخلي على الاقل 150,000 شنطه. ففعلا حطينا الخطه بتاعتنا اللي احنا هنعمل 150,000 شنطه. احنا لحد امبارح النهارده طبعا كنت في المنوفيه مش عارف النهارده وصلنا لكام، لحد امبارح كنا وصلنا ل 80,711. 38,711. فعايز اقول لحضرتك ان الاقبال على شنطه رمضان، الشنطه بتاعت منافذ الاداره العامه للتسويق قطاع الانتاج، اقبال شديد جدا. فكون ان احنا نوصل 38,000 واحنا لسه ما دخلناش على رمضان، اعتقد ان احنا هنقفل 100,000 قبل ما ندخل على شنطه رمضان. وطبعا ده كان متوقع، فاحنا عاملين حسابنا ان شاء الله احنا احتمال كبير نزود الكميات، يعني احنا خلصنا يعني هنبدا مش هتبقى 150,000 شنطه. لا هنبدا نعمل تاني، حتى لو وصلنا ل 170 180 لحد ما نكفي المواطنين، لو التعليمات معالي الوزير. يعني هو مهتم بالمواطن جدا. طب تفاصيل شنطه رمضان، هذه العبوة بقى الكاملة دي اللي هي سعرها اعتقد 50 جنيه. اي فندم. مش كده يا فندم؟ طيب محتوى ايه؟ يعني الكيس انا عايز اقول لحضرتك برضه قبل المحتوى الجودة، لان هو في ناس لما تيجي تبص للشنطة ممكن تقول لي لا ده في شنطة في المكان الفلاني زيها وب 50 برضه، فانا اقول له لا احنا نبص لجودة المنتج. اولا انا حاطط في الشنطة فول بلدي. انا كل الشنط اللي انا شفتها في اماكن كتيرة جدا حاطين يا فول بلجيكي يا فول انجليزي. فرق السعر ما بين الفول البلدي والفول الانجليزي والفول البلجيكي كتير. يعني الفول الانجليزي والفول البلجيكي من 5 ل 6 جنيه. الفول البلدي من 8 ل 10 جنيه، ففي فرق شاسع ما بين ما بين الاسعار. الحاجه الثانيه اللي انا لما باجي بحاطط عبوه صلصه،
انا بجيب شركه محترمه جدا باخد منها الصلصه حاجه يعني زي ما قلت لحضرتك ممكن تلاقي بطمان صلصه 320 جرام ب 2 جنيه وفي حاجه ب 3.5 ففي فرق برضه في فاحنا مهتمين برضه بجوده المنتج. تمام. البلح اللي عندي بلح مميزه جدا بلحه الوادي الجديد، عايز اقول لحضرتك ان هي في السوق ب 15 جنيه. عندي الرز انتاجي انتاج القطاع، حاطط سكر، حاطط شاي، حاطط فاصوليا من انتاج القطاع، حاطط عدس من انتاج القطاع. فالشنطه حاطط شاي ماركه كويسه، انا شفت الشنطه الجوده. ما هو انا بقول لحضرتك قبل ما اتكلم مش مش ماركه مش معروفه، لا ماركه معروفه. فانا قبل ما بحط قبل ما بفكر في السعر والمكونات، انا عندي الشنطه فيها 11 منتج. فيها فول بلدي، فيها رز، فيها سكر. الفول مش علب، الفول كيس. فول بلدي، فول بلدي انتاجي. انتاج الوزاره، انتاج قطاع الانتاج. عندي قلنا الفول البلدي، قلنا الرز، السكر، الشاي، زيت الطعام، الصلصه، عندي فاصوليا، وعندي عدس، وعندي 2 كيس مكرونه، عندي بلح الوادي. دي مكونات الشنطه، فيها 11 مكون. واعتقد ان اللي بيجي ياخد شنطه، احنا النهارده في ناس بتيجي تقول انا عايز 30 عايز 50، واحنا ما حطيناش حد اقصى للبيع. يعني انا في الشبابيك اللي عندي اللي موجوده، انا في منطقه الدقي بس هنا انا عامل 3 شبابيك لشنطه رمضان. عايز اقول لحضرتك ان الاقبال عليها شديد جدا. واللي بياخد شنطتين ثلاثه بيقول انا عايز لقرايبي. في ناس عارفه بتحب تفرق الشنط بتاعت رمضان دي. ففي اقبال شديد جدا. لحد امبارح 38711. طيب الشنطه دي بال11 منتج يا باشمهندس محمدي، هي لو احنا هنبيع المنتجات دي بره، او لو احنا هنشتريها من بره متفرطه مثلا، هيبقى تكلفتها كام؟ من 63 ل 65 جنيه. ده ثمنها. لكن انا عايز اقول لحضرتك ان انا اساسا اسعاري مدعومه. لكن في الشنطه عملت دعم ثاني عشان ادخل بالشنطه دي ل 50 جنيه. فالمكونات دي كلها موجوده. فانا بقول لحضرتك لو انت حضرتك شفتي مكونات الشنطه، هتلاقي ان غير السعر كمان جوده المنتج. فتلاقيني اتميز بالشنطه عن اماكن كتير جدا. وده يدل على الاقبال. يعني انا المحضر اللي وصلني امبارح، اللي احنا واصلين 38000 اعتقد 711، ده اللي احنا وصلنا فيه لحد امبارح. فاحنا عقبال ما نخش رمضان ان شاء الله ممكن يعني نكون كسرنا حيز 80 و90 الف. شنطه. واحنا على استعداد ان احنا هنكمل ان شاء الله لحد اخر اسبوع في رمضان، يعني اخر 4 ايام في رمضان ان شاء الله مكملين. حتى لو العدد تطلب ان احنا نزود كميات كبيره شويه، ان شاء الله هنزود يعني ان شاء الله. في الاماكن بقى بتاعتكم اللي هي في كل المنافذ الشنط دي بتبقى موجوده؟ الشنط دي موجوده، وفي بعض المحافظات بتطلب شنط. يعني انا انا ممكن محافظه القليوبيه تقول لي انا محتاجه 1000 شنطه، ببعت. اي محافظه بتطلب مني عدد من الشنط انا ببعت لها. دي تعليمات معالي الوزير، اللي يطلب شنط اديله. وانا عاملين غرفه عمليات، اعتقد يمكن بقالنا حوالي 3 اسابيع دلوقتي غرفه العمليات. احنا اولا لغينا الاجازات لحد عيد الفطر، احنا شغالين جمعه وسبت. المنافذ المتنقله عندنا شغاله جمعه وسبت، ما عندناش اجازات. ف يعني احنا في الفتره الجايه دي هنعمل ان شاء الله مجهود مكثف ان احنا نغطي السوق ونغطي حاجه المواطنين بكل الاشكال الممكنه. طيب لو اتنقلنا بقى للمنتجات الاخرى بقى باشمهندس محمدي، احنا عندنا اللحوم، الاسماك، الفراخ، الحاجات دي كلها برضو هي اللي بتاخد اعلى شريحه في الاسعار، اخبارها ايه يا فندم؟ لا انا زي ما قلت لحضرتك ان احنا عندنا التعليمات ان اللحم البلدي 55 جنيه بحد اقصى. يعني احنا ممكن نبيع اقل، ما تزيدش عن 55. ممكن في بعض الاوقات ممكن تقل، لكن بالحد الاقصى 55 جنيه. بالنسبه للحوم المجمده، وهتقارن الكلام ده باسعار كتير جدا بره، هتلاقينا ان احنا من 37 ل 48. بل بالعكس، احنا بنيجي في المنافذ المتنقله بنثبت اسعارنا اقل من كده بكتير، عشان احنا المنافذ المتنقل ده بيخش في الاماكن ممكن قرى صغيره جدا، والقرى دي بتبقى اكثر احتياجا، فاحنا بنراعي ده فيها. فاحنا يمكن في محافظه بني سويف 37 جنيه، مفيش 38، مفيش 39، مفيش 40. واحنا لما بنيجي نبيع في المنافذ المتنقله، احنا بنبيع ومعانا مندوبين المحافظه. حضرتك لو جيت اتفرجتي على التقرير هتلاقيني اللي انا حاطط الاسعار جوه العربيه وعلى باب العربيه. ليه؟ لان حضرتك لما تيجي تشتري هتلاقي الاسعار موجوده. انا بقول الطماطم ب 4 جنيه هتلاقيها ب 4 جنيه. يعني انا الطماطم النهارده في المنوفيه ب 2 جنيه.
ما حدش يجي يسال وحد يقول له في العربيه لا ده بثلاثه، لا انا عندي الاسعار موجوده جوه العربيه والاسعار على الباب، فحضرتك بتشوفي اللي حضرتك عايزاه وبتشوفي سعره وبتاخدي بنفس الاسعار. نعم. المنازل المتنقله احنا لما جينا قلنا نضخ خضار، احنا ما ضخناش طماطم بس، احنا كان عندنا طماطم، كان عندنا خيار، كان عندنا كوسه، كان عندنا فلفل، كان عندنا فلفل حامي، فلفل رومي، حاولنا نضخ كل الكميات اللي ممكن يحتاجها البيت المصري مع التركيز في نركز على المنتج الاكثر شيوعا للبيت. يعني انا لما اجي اقول مثلا العربيه طالعه بتبقى اكبر كميات موجوده الخضار والبطاطس والبصل، لكن بحط فاصوليا خضراء، بحط عندي خيار، بحط عندي الكوسه، بحط عندي انواع كتيره جدا من الخضار. لكن انا بركز دايما على اللي البيت ممكن يحتاجه ايه اكتر حاجه. فالكميات عندي بتبقى اكتر كميات كنت بعرضها في الفتره اللي فاتت دي الطماطم، البطاطس، البصل وجميع انواع الخضروات تبقى موجوده في المنفذ. تمام. ده جزء خضار موجود في العربيه. بيبقى عندي جزء تاني بالنسبه للحوم، بيبقى عندي لحوم بلديه ولحوم مجمده، بيبقى عندي دواجن. احنا كنا عاملين عرض لحد فتره بسيطه جدا، كان في فرختين كانوا ب 25 جنيه. وعندنا فرخه 750 جرام من 650 ل 750 جرام من 15 ل 16 جنيه، لاقي اقبال شديد جدا. عايز اقول لحضرتك ان احنا لما بنيجي في الايام اللي موجودين فيها في القاهره والجيزه احنا عملنا ورديتين. طب انا هتوقف مع حضرتك باشمهندس محمدي عند جزئيه الفراخ دي، معانا بس اتصال عشان بس ما يزعلوش مننا الساده المشاهدين. معانا استاذ احمد من الجيزه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا بيك. كل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيب وصحة وسلامة أستاذ أحمد، زي الأخبار. ازيك يا أستاذة ندى؟ أهلا بيك يا فندم، أهلا وسهلا. أنا بمسي على الباشمهندس محمدي. يا أهلا أهلا بيك يا فندم. والواحد بيشكره على الإنجازات اللي هو بيقوم بيها بصراحة، يعني يا ريت كل مسؤول في البلد دي يهتم بالمواطن الفقير الغلبان زي ما هو يعني مهتم كده. أنت فين في الجيزة أستاذ أحمد؟ أنا في كفر تورمس. طيب. كفر تورمس. اقرب بقى منفذ بالنسبه لك بيبقى ايه؟ بتروح فين اقرب منفذ؟ انا موظف في جامعه القاهره فبروح الدقي. ده انت بتروح المكان الام يعني. ونفسي اقابل الباشمهندس محمدي على عشان اشكره على الانجازات بتاعته دي والله. يعني يا سيدي انت بتكلمه اهو على التليفون اهو، هو طبعا معاك وشيء يعني انت شايفه اهو شخصيا. ازيك يا باشمهندس محمدي؟ ازي حضرتك؟ ازيك استاذ احمد؟ والله انا مش عارف يعني اشكرك ازاي بصراحه، نفسي اقابلك على باب الوزاره عشان اشكرك واخدك. ربنا يخليك، ربنا يخليك. يعني يا ريت كل مسؤول يكون مهتم ببلده واهل بلده كده، ويعني وخايف عليهم. ربنا يخليك. وبيحارب الغلاء من اجلهم. ربنا يخليك. يعني انا بتمنى لك كده يا رب كده، عايزين نساله بياخد ايه من عندنا كده وتعمل انجازات اكتر من كده. ربنا يخليك. طيب يا استاذ احمد كنت عايز اساله على ايه؟ عايز اساله بياخد ايه من عندنا؟ ايه المنتج اللي بياخده؟ باخد كل حاجه، اولهم العسل النحل وغذاء الملكات وكل الفواكه اللي موجوده هناك. طيب كويس. بتاخد لحوم؟ بتاخد خضار؟ حاجات؟ باخد لحوم البلديه وساعات وباخد لحمه مفرومه وباخد الحاجات دي كلها. انا بيتهيألي ما بتشتريش من بره يا استاذ احمد. لا انا ما بحتاجش اي حاجه من بره، انا بصراحه بقى حاجه بره دي ما بقتش اضمنها خالص نهائي. والحمد لله يعني بصراحه حاجه ممتازه والواحد بيثق فيها تماما. في حاجه ما لقيتهاش عندهم حابب ان انت تقول لهم عليها مثلا؟ لا والله يعني بصراحه كل حاجه، حتى يعني بلح رمضان انا اشتريته والعنب جبته بشاير برضه من عندهم، والحاجه دي كلها كل حاجه بحتاجها بيحتاجها البيت بجيبها. تمام تمام. ويعني بصراحه حاجه ممتازه وحاجه صبحه وكويسه جدا. طيب تمام، هايل جدا. ونتمنى لكم يعني دايما كده في ازدهار، والحمد لله رب العالمين، واحنا بنشكركم وبنقول لكم يعني ايه ربنا يوفقكم. الله يخليك. شكرا جزيلا استاذ احمد من الجيزه. احنا كنا توقفنا عند الدواجن والفراخ. لو قبل الدواجن عايز بقى اقول لحضرتك بالنسبه لموضوع النواقص، هو بالنسبه عندي هنا في الدقي انا عندي المنافذ يعني بشكل متكامل. يعني انا عندي الشبابيك اللي هنا هتلاقيه ان كل شباك متخصص في حاجه. يعني الشباك بتاع الدواجن مش هتلاقي فيه دواجن بس، لا هتلاقي فيه الدواجن وفي بط وفي رومي وفي حمام وفي سمان في كل انواع الطيور المذبوحه. عندي شباك مخصوص للحمه المصنعه بكل اللحوم المجمده ومصنعاتها، عندي شباك للحوم البلديه، عندي الاسماك موجوده برضو في الدقي.
وعملت حاجه مخصوص للبقاله عشان المواطن لما يجي ياخد كل المنتجات ويعدي على الشباك بتاع البقاله ياخد اللي هو عايز، ياخد سكر وعايز شاي. وانا كنت شكلت لجنه كده امبارح ان احنا هندخل منظومه التموين عندي، يعني الموظف اللي موجود في الوزاره او حوالين الوزاره ينزل بالكارت بتاع التموين يسحب من عندي، فان شاء الله يمكن ربنا يوفقنا بس في فتره قصيره نقدر نعمل ده ونثبته في جميع المنافس الثابته ان شاء الله. انا شكلت لجنه كده وان شاء الله يمكن في يعني في خلال اسبوعين ولا حاجه يمكن لو ربنا اكرمنا هنخلص الموضوع ده خدمه المواطن، اساس ان هو لما يجي حتى لو هو عنده متطلبات تموينيه هيلاقيها عندنا. تمام، ده شيء ممتاز جدا، ده شيء هايل جدا. طب انا برضو يعني حضرتك بتقول ان في بط وحمام وسمان وحاجات كده، لكن ما فيش فراخ بلدي، انا مش قادره افهم ليه الجزئيه دي، يعني انتوا الفراخ هي بيضه. هقول لحضرتك، انا لما جيت قلت لحضرتك الاداره العامه للتسويق انا منوط اولا ان انا اسوق منتجات الوزاره، فانا باخد دواجن من عندي، يعني انا باخد دواجن من قطاع الانتاج ومن بعض المعاهد المتخصصه في مركز البحوث الزراعيه اللي هي عندها دواجن، لما بخلص ده بجيب من بره. لكن انا عندي برضه الدواجن الطازه، يعني انا عندي مش عندي البرازيلي وعندي الاصناف، لا هتلاقي عندي دواجن مذبوحه في المجازر. يعني قصدك تقول ان هي ممكن تكون فراخ بيضاء بس هي طازه، يعني طازة. مش انا عندي مش طازه، مش هتبقى زي الحاجات التانية لا مش المستورده، لا مش مش نفس النوعيات المستورده طبعا، مش عايز اذكر اسامي عشان ما اعملش اعلانات لكن مش عندي حاجات طازه، عندي حاجات مجازر، يعني حضرتك لو جيتي اشتريتي هتلاقي ان هي مذبوحه في 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 مجازر مصريه موجوده في المكان الفلاني عليها رقم المجزر ورقم الرخصه. البط عندي بط بلدي كتير، وفي بعض الاوقات كتير جدا بيبقى عندي فراخ بلدي، عندي رومي وعندي رومي ابيض واسود وعندي عندي بط بلدي، عندي بط مسكوفي، عندي بط بيبقى يعني كذا نوع موجود عندي. ده بالنسبه للطيور والدواجن، فهتلاقي اغلب الطيور والدواجن متوفره عندي. اغلب الاسماك بتبقى برضه موجوده عندي. فانا في مكان الدقي وفي المنافس الثابته عموما بحاول ان انا كل الحاجات بتبقى موجوده، حتى في المنفذ المتنقل عندي كل حاجه موجوده. انا قلت لحضرتك عندنا اللحمه والفراخ والخضار، وحضرتك في العربيه تاني هلاقي زيت الزيتون، هلاقي العسل، هلاقي بقوليات، هلاقي الرز، هلاقي لان انا برضه سعر الرز عندي اقل من بره، يعني هتلاقي عندك كيلو رز من 3.25 ل 3.5، ما بيزيدش عن كده. لو سالت الرز في اي مكان لن يقل باي حال من الاحوال عن 4. فعندي حتى المنفذ المتنقل بيبقى فيه كل حاجه ما عدا البقاله، هو ده اللي بيفرق ما بين المنفذ المتنقل والمتنقل. لان انا دي ثلاجه، فبحاول اخد كل ما يحتاجه المواطن، ببعد بقى شويه عن موضوع البقاله لان هو اكيد بيجيب احتياجاته من مكان تاني. وبحاول انا اسيب ساعه في العربيه للمنتج اللي هو اللي هو عايزه. طيب يعني احنا اتكلمنا مع ضيوفنا، يعني قلنا ضيوف كتير وكان في مواضيع مختلفة، بس تطرقنا للحوم المصنعة. والحقيقة احنا اتفاجئنا بان في ماركات وشركات كبيرة قوي واخدة شهرة جامدة جدا، لدرجة ان احنا بيتهيألنا ان هي دي احسن شركة ممكن تصنع لي مثلا اللانشون، الحاجات الدجاج المجمد يعني اللي هي مثلا البفتيكات، الحاجات البانيه والحاجات دي. فاتفاجئنا ان كل المتصنعه دي ان الشركات العملاقه دي يعني حاجاتها رديئه جدا. هو مش كلها، ما انا هقول لحضرتك ان لا، في حملات اتعملت واتكلمنا مع طبعا مع حملات الرقابه والحاجات دي، وان في منها حاجات غير صالحه نهائيا. عشان كده فبالتالي حتى كانت نصيحتهم لينا ابعدوا عن اللحوم المصنعه. انا بقى لما اجي اتعامل مع جهه موثوقه زي وزاره الزراعه هيبقى يعني هيبقى في تخوف برضو من التعامل مع المصنعات دي. عايز حضرتك تقولي بس الجزئيه دي، لان يعني احنا في نمط استهلاكنا اخذنا قوي، يعني احنا بنعتمد على اللحوم المصنعه اعتماد كبير. شوف انا اقول لحضرتك، هو التخصص دايما في العمل بيبقى مطلوب. انا بالنسبه لي مهندس زراعي، فممكن ما يكونش عندي الخبره الكافيه ان انا اقول المصنعات دي اخبارها ايه او اللحوم دي، لكن انا بستعين ببعض الاطباء البيطريين. انا عندي كبير اطباء بيطريين موجود معايا في المنافذ. طبعا انا بستشيره في كل حاجه ممكن تيجي، بيعمل متابعه شبه يوميا على المصنعات الموجوده، ان كان سجق، ان كان مصنعات تانية، لانشون، اي حاجه فيها مصنعات بتخش هو
ده تخصصه يعني، هو تعرف اكتر حد يفهم في الجزئيه دي هو الطبيب البيطري. انا عندي كبير اطباء بيطريين، يمكن انا في بعض الاوقات بصطحبهم معايا في المنيا، بنروح محافظات كتير جدا واحنا بنمر، على اساس ان هو يقدر يقول لي لا احنا هنتعامل مع الشركه دي، الشركه دي منتجاتها عاليه. فانا حريص جدا في الموضوع. حضرتك لو جيتي اشتريتي، انا ما جاتليش شكوى يعني، انا ما جاتليش شكوى من اطلاقا، ما جاتليش شكوى من المصنعات الموجوده عندي في منافسي. فانا بهتم جدا بالتخصص، هو اكثر تخصص مني، فيقدر ان هو يقول لي احنا هنتعامل مع شركه فلانيه. وبعدين احنا لينا في شركات بتبقى شركات مسجله، الطب البيطري والرقابه بتقول لي لا ان الشركه دي ابعد عنها، الشركه دي في عندها مشكله، الشركه دي فبيبقى في تعاون بيني وبين الطب البيطري في الجزئيه دي. فده بيوصلني ان المنتج اللي موجود عندي في المنفذ بمقامه. طيب يا فندم، في جهات انتوا بتبقوا يعني هي ملتحمه معاكم في التعامل زي وزاره التموين، وحضرتك قلت لنا ان مع الوزاره انتوا ان شاء الله هيبقى في بروتوكول تعاون في ما يخص هذه البطاقه الذكيه، بطاقه التموين، وهتعملوا هذا العمل او هذا الاجراء اللي هيسهل على الموظفين انهم من مكان واحد يحصلوا على كل حاجه. في حاجات اخرى اكيد انتوا بتتعاملوا مع وزاره التموين. احنا عملنا بروتوكول معالي الوزير زراعه، مع الوزير التموين عملوا بروتوكول اساسا ان وزاره التموين لها منافذ اكثر عددا على مستوى الجمهوريه، وهي متخصصه في التسويق، فعندها عدد من المنافذ ممكن يتعدى ال 5000 منفذ ولا حاجه. ووزاره الزراعه منتجه يعني، وزاره الزراعه وبالذات قطاع الانتاج احنا وزاره منتجه، فهو مسوق وعنده محلاته وعنده منافذه على مستوى الجمهوريه. فالبروتوكول ده لما جيت اتعمل على اساس ان وزاره الزراعه توفر المنتج ويتسوق من خلال منافذنا. طبعا احنا بناخد حاجتنا وبيبقى في خطه ان انا اخد احتياجاتي على مدار السنه، واعمل حسابي انا هفتح كم منفذ جديد وعندي احتياجاتي في مخازني في طول السنه. لكن احنا كان في بروتوكول توقع اساس ان وزاره التموين هتاخد من وزاره الزراعه جول، وزاره التموين هتاخد من وزاره الزراعه فول بلدي، وزاره الزراعه هتدي للتموين فول بلدي، هتدي له رز، هتدي له كل المنتجات حتى الخضار والفاكهه. هيدخل قطاع الخدمات في الموضوع ده، التعاونيات، قطاع الانتاج، هيئه الثروه السمكيه، لان هم هياخدوا برضو اسماك تعرض في المنافذ. فالبروتوكول ده يعني هيخلي فيه تنظيم وتناغم ما بين الوزارتين، انا وزاره منتجه وهم عندهم منافس كتير جدا، فيبداوا ياخدوا من وزاره الزراعه كل المنتجات دي. وفعلا خدوا دفعه اولى من العجول. واحنا بالنسبه لقطاع الانتاج احنا اتفقنا ان في مرحله معينه كده هيبداوا ياخدوا مننا رز وفول وبالنسبه للخضار هيتسلم من عن طريق الجمعيه التعاونيه. نعم. طيب ما بين قطاع الانتاج في وزاره الزراعه وما بين القوات المسلحه، واحنا عارفين القوات المسلحه ايضا كمان ليها يعني مساهمات في القوات المسلحه كمان هي يعني هي ليها دور في الازمات يعني. لما يجي مثلا شهر رمضان، شهر معروف ان كل الناس بتهتم بالمنتجات الغذائيه وبيبقى في قوه شرائيه عاليه جدا، القوات المسلحه عندها عربيات بتبقى مجهزه تجهيز عالي جدا وعربيات ضخمه كبيره. فبتجيب لنا العربيات دي، احنا بنقدر ان احنا نستعين بها كمنافذ متنقله في المحافظات وفي القاهره الجيزه، توفر علينا كتير جدا. يعني انا كانت العربيه بتاعتي حمولتها طن ونص، لا العربيه بتاعت القوات المسلحه حمولتها بتوصل ل 7 و8 طن، بتتملي كلها بالمواد الغذائيه وبتوقف في اماكن كتير جدا. فعلا بتعمل دور معانا كويس جدا بالنسبه ان هي توصل المنتج للمواطن في كل الاماكن يعني. فبيبقى ليها دور معانا اللي احنا نساعد في ده. وبعدين في قطاع اساسا في القوات المسلحه، قطاع الامن الغذائي برضو عامل دور كويس جدا في المحافظات يعني، دور وفي تعاون ما بيننا يعني. احنا في اوقات كتير جدا بما في ما بيننا من بعض امر اسناد اللي احنا نورد لحوم للامن الغذائي في القوات المسلحه، ده بيحصل يعني. في تعاون ما بين القوات المسلحه وتعاون ما بين وزاره الزراعه ووزاره التموين، فالتعاون ده بيبقى لصالح المواطن، لان اعتقد ان هدف الحكومه دلوقتي ان هم يهتموا بالمواطن، يعني يوصلوا للمواطن مكانه فين ونقدر نخفض له المنتج ازاي. نعم. طب احنا دلوقتي على تليفون معانا سيادة اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك. سيادة اللواء مساء الخير. اهلا مساء النور، اهلا بيك. يا اهلا يا فندم العزيز، واهلا بالسادة المشاهدين. اهلا يا فندم سيادة اللواء. الحقيقة احنا مستنيين بفارغ الصبر هذا الدور المفعل لجهاز حماية المستهلك يا فندم. واحنا دلوقتي داخلين على شهر رمضان، واحنا بنتكلم دلوقتي مع باشمهندس المحمد البدري رئيس قطاع الانتاج او رئيس التسويق في قطاع الانتاج بوزاره الزراعه،
وبنتكلم على الدور اللي بيوفروه دلوقتي علشان يوفروا سلع يعني جيدة وبسعر جيد أيضا كمان للمستهلك. الجهاز ودور الجهاز في الأمور الرقابية وحماية المستهلك بالفعل بقى من السلع اللي هي غير جيدة والرديئة وأيضا كمان اللي يعني أسعارها مبالغ فيها، بيحصل إيه سيادة اللواء؟ أولا أنا شاكر لسؤالك. النهاردة على سبيل المثال، النهاردة كان في توقيع بروتوكول بيننا وبين الإذاعة المصرية ممثلة فيه السيدة رئيسة الإذاعة أستاذة نادية مبروك. نعم أستاذة نادية. نعم. ووقعنا بروتوكول عشان في خلال رمضان بإذن الله هيبقى عندنا برنامج معلوماتي بينتهي بسؤال بجائزة رمزية لمدة 30 حلقة على 30 يوم 5 دقائق، مجرد ان هي رسالة سريعة للمستهلك لعدة مكاسب. نمرة واحد ان احنا اخترنا الوقت الذروة عودة الموظفين والموظفات عشان ان هو ده الوقت تفتح الراديو فيه يعني في بعض الاحيان في العربيات. نمره 2 ان احنا كل يوم عملنا رساله شكل. رساله عشان ان حضرتك تطلبي فاتوره، رساله عشان تتاكدي من الصلاحيه، رساله عشان ان انت تشتري المنتجات اللي هي معلومه المصدر، رساله عشان فحص المنتج قبل شرائه، رساله على الاعلانات المضلله، يعني وهكذا. كل يوم رساله بتنتهي بسؤال، والسؤال هيتقال ان اذا كنت عارف الاجابه كلمنا على 19-5-88 ده الخط الساخن مجانا من رقم ارضي. والفايده من كده ايه؟ اول حاجه ان احنا عايزين نخلي الناس سهل جدا ان هو يكون يتواصل معانا في الخط الساخن بتاعنا. دي نمره واحد. نمره 2 ان احنا نحط 30 معلومه ترسخ مفهوم حمايه المستهلك. احنا كمهما نقول ان احنا كأجهزة حكومية عايزين ان احنا نعمل مجهود وعندنا مستهلك لا يعي حقوقه، يبقى كل ده هيدرج ادراك الريح. احنا عايزين بنستهدف المستهلك الذي يعرف حقه. يعرف حقه، هو اول خط دفاع عن حقوقه هو المستهلك نفسه. لان ممكن ان احنا بنقول ايه؟ بدل ما هو يتعرض لمشكلة ويجي لنا ونحلها له ويقول لنا متشكرين، نقول له يا ترى احنا كان ممكن نمنع عنك المشكله دي ولا لا؟ لو احنا كان ممكن نمنعها وما عملناش ما تقولناش متشكرين، قول لنا انا زعلان منكم، انتوا ضيعتوا وقتي وحطيتوني في نوع من الحاله النفسيه عشان لغايه ما حلتوها. كان المفروض ان انت تحلهم الاول، وهو ده اللي لازم يمشي في كل الدوله. الوقايه خير من العلاج. احنا عايزين ان احنا اول حاجه ان نضيع التوتر اللي موجود في السوق، يبقى عندنا مستهلك يعرف حقوقه، تاجر يعرف واجباته، وبالتالي ان احنا هي التاجر مطلوب والمستهلك مطلوب. ودايما بقول للتجار من غير المستهلك هتلقى شغل عندك اخر السنه هتقفل. نعم. وبالتالي ان كل مكان ان انت بتراعي جوده المنتجات، الهامش ربح جيد، ده كله في الاخر هو اللي بيخليك الاستمراريه. في موضوع الاستهداف بتاعتنا، احنا عندنا تم دعم الجهاز النهارده بالذات بعربيتين جداد مع 3 تانيين، عندنا 32 مفتش هيبقى على مدار الساعة موجودين في مجال مراقبة الأسواق. فتحنا داخل القاهرة هنا. بس سيادة اللواء ولا ممكن يكون؟ أنا بقول لحضرتك فتحنا فرع هنا يوم الاثنين اللي فات، كان قبليه فتحنا المنيا. احنا شغالين جدا في الأقصر وفي أسوان وفي كفر الشيخ، وكنا مع السيد الوزير برضه في جولة في القليبية، وبرضه تقدم سيادته للسيد محافظ القليبية وافق على تحديد مقر لجهاز حماية المستهلك في القليبية. السيد محافظ بني سويف برضه بيدور لنا على مقر مناسب، السيد محافظ الفيوم، عشان نبقى موجودين. وحتى لو ما كناش موجودين احنا متواجدين من عدة محاور. نمرة واحد، احنا مشكلين اللجنة العليا للرقابة على الأسواق، ودي ممثل فيها كل الأجهزة الرقابية اللي موجودين. نمرة 2 ان احنا عندنا الجمعيات الاهليه اللي هي عينينا الثانيه او الجناح الثاني اللي احنا بنشتغل فيه بمنظومه حمايه المستهلك، لان زي ما احنا بنقول كده ان حمايه المستهلك ليها يعني 2 اساسيين، العمل المدني. انا بشوف بقول لحضرتك العمل المدني قبل الحكومه.
والعمل الحكومي، لان هي منظومه رقابه عندي مليون واحد انزلهم في طب السوق. طب سياده اللواء، العمل الحكومي احنا عارفينه، طب العمل المدني ده اللي هو ايه يا فندم؟ اللي هو الشغل المجتمع المدني، جمعيات حمايه المستهلك. عندنا 68 هيتفعل دور لجمعيات حقوق المستهلك كمان مع الجهاز. طبعا نعم. احنا انت عارف حضرتك لما اشتغلنا اول ما ابتدينا كان معانا 16 جمعيه، الحمد لله وصلنا 68 جمعيه. 10 كمان احنا بنقيم عملهم عشان نشوف مدى ملائمتهم. نعم. اللي هو نحطهم في برامج رفع القدرات. اثنين احنا بنديهم تدريبات وازاي ان هم يعملوا ما يسمى متابعه الاسواق، ازاي ان هم يعملوا لنا مراقبه على الاسعار، ازاي ان هم يرصدوا. انت عارفه حضرتك ان احنا حتى المجمعات الاستهلاكيه، اولا المجمعات الاستهلاكيه احنا كان ده حلم عندنا ان هو المجمعات الاستهلاكيه ترجع لوزاره التموين ورجعت. نعم. لو تشوف لحضرتك فرحه الناس واحنا مع السيد الوزير والسيد محافظ قنا والسيد محافظ الاقصر والسيد محافظ اسوان ومرور على المنافس بتاعت المجمعات الاستهلاكيه والاسعار اللي هي اللي موجوده اللي هي بتضرب الجشع اللي بره، تتخيلي قد ايه فرحه الناس فيها، وخصوصا بعد ما تم ربطها بنظام النقاط اللي هو بيتم توفيره. نعم. من منظومه الخبز. فاحنا النهارده هي لاول مره وزاره التموين نجحت ان هي تطلع منظومه عباره عن نقد عيني ونقد نقدي في نفس الوقت، لانك بتديك قوه شرائيه ثاني تقدري لو انت وفرت في العيش هتقدري تجيبي بيها حاجات ثانيه. وبدي مثال ان احنا مع السيد الوزير في اسوان واحد دخل كانت موفره من منظومه العيش بتاعها ب 72 جنيه واشتغل جنيه عباره عن خمس. هو بس الصوت بيقطع سيادة اللواء، سمعنا يا فندم ولا لا؟ سيادة اللواء مع الأسف الخط قطع، لكن طبعا هنحاول الاتصال مرة أخرى بسيادة اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك. على فكرة هو جهاز حماية المستهلك كان معانا بدور برضه كبير في رصد المنافذ اللي بتنتحل صفة وزارة الزراعة. يعني كان معانا مفتشين من الجهاز وفعلا قاموا معانا بدور كبير في هو يبدو كده ان المنظومه باشمهندس بدري ان هم عايزين يعملوها ان هم عايزين يخلوا المواطن كمان كجزء رقابي، يعني مش بس ان هو يستهلك وبس، لا ده هيستهلك وهيراقب هيدخل في منظومه الرقابه ايضا. المستهلك هو العين والمصدر للمعلومه. يعني انا لو رحت ولقيت حاجه غير جيده او حاجه غير صالحه وانا عارف ان ده من حقي ان انا اروح لجهاز حمايه المستهلك واقول انا اشتريت من هنا وما خدتش فاتوره او اشتريت من هنا ولقيت المنتج غالي او قالوا شنطه ب 50 جنيه وبيبيعوها ب 55 جنيه مثلا. فهو هو العين والمصدر المفروض يعني. تمام. طب باشمهندس محمدي، يعني عشان ابقى حريصه ان انا اكون اتكلمت على كل حاجه جديده انتوا عملتوها، في بروتوكول اتعمل دلوقتي مع محافظه بني سويف. ايه يا فندم اخبار الموضوع ده؟ هو بروتوكول اللي اتعمل مع محافظه بني سويف، هو محافظه بني سويف طلبت 25 طن كدفعه اولى من اللحوم البلديه والمجمده على اساس ان احنا نبيعها في محافظه بني سويف. الوزاره هتبدا تتورد اللحوم دي عبر السيارات المتنقله. هنعمل الموضوع ده يومين في الاسبوع. مش هنرفع السعر، بالعكس الوزاره عندنا دعم برضه اللحمه، لان مش لن تتعدى 37 جنيه. دي تعليمات معالي الوزير، وسياده المحافظ قال ان هو هيدعم كيلو اللحمه البلدي والمجمده ب 10 جنيه. يعني احنا هنبيع للمواطن ب 45 بالنسبه للحوم البلديه. هناخد ال 10 جنيه من المحافظه، نبيع اللحوم المجمده ب 27، هناخد ال 10 جنيه من المحافظه. وعايز اقول لحضرتك ان الاقبال شديد جدا في محافظه بني سويف، لدرجه ان احنا لما خدنا الكميات هناك يعني ما يعني يمكن احنا طلعنا بالعافيه من الناس، لان الناس فعلا كانت متشوقه تاخد، لان المحافظه قايمه بدور فعال جدا في الناحيه دي. فدي دفعه اولى، وبرضه من خلال البروتوكول ده هنبدا نفتح منافذ بني سويف، لان ما فيش منافذ تابع لوزاره الزراعه بني سويف. في اربع اماكن تم تحديدهم من قبل المحافظه، ان شاء الله قبل رمضان هنكون فاتحينهم يعني. ان شاء الله ان شاء الله. الحقيقه انتم يعني هذا الدور دور جيد جدا،
ومش احنا اللي بنقول ده، المواطنين هم كمان اللي لما تابعوا وشافوا وكده هم اللي بيقولوا. انا عايز اقول لك برده باشمهندس محمدي ان احنا عندنا اتصالات كتيره قوي بتيجي، بس لاننا يعني احنا بنعتذر لكل الناس اللي بتتصل، احنا عندنا معلومات عايزين نوصلها لكم، فطبعا معذره يعني احنا عايزين نسمعكم، عايزين نتواصل معاكم اكتر، بس اعتقد ان المعلومات اللي احنا قلناها كانت مهمه ومهم ان احنا نوصلها لكم. وقتنا مع الاسف وقت ضيق، فطبعا احنا يعني بنشكر كل اللي اتصلوا بينا، وبنشكر حضرتك باشمهندس محمدي البدري مدير عام التسويق بقطاع الانتاج بوزاره الزراعه. شكرا يا فندم، عمل متواصل باذن الله، ثقه ممتده ما بين المستهلك والمواطن. كل ما الاقي مواطن بيقف في المنفذ المتنقل او المنفذ الثابت ويقول الاسعار جميله، الاسعار كويسه، احنا عايزين زياده، فعلا احنا بنحاول نضغط ونزود. وكنا في الفتره اللي فاتت دي ما عندناش اجازات وشغالين من جمعه وسبت، فانا حابب ان انا اقدم رساله لجميع العاملين القايمين على العمل دي، على العمل ده في الاداره العامه للتسويق، واحاول ان انا احفزهم واقول لهم ربنا يقويكم، ودي خدمه كلها بنقدمها لبلدنا، والمواطنين دول اخواتنا، فهنستحمل ان شاء الله الفتره دي. نعم. وبعد العيد بقى ناخد اجازه العيد ان شاء الله بخير وسلامه. لازم ضروري تاخدوا اجازه ان شاء الله يا فندم. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، حبه احنا صحيح ما وقعناش بروتوكول مع جهاز حمايه المستهلك، بس من باب الدور الوطني اللي لسه بيتكلم عنه دلوقتي باشمهندس محمد البدري، احنا ايضا كمان من غير اي حاجه، من غير اي بروتوكول ولا اي حمله وقعناها، هنفكركم كل شويه بهذا الرقم 19588. هذا الرقم لاي حد شايف ان في حاجه فيها تعدي على المنتج اللي بتشتريه عليك انت شخصيا، في طبعا في الامور اللي انت بتشتريها شايف انها غير لائقه، فيها حاجه غلط، اتصل على طول بجهاز حمايه المستهلك على هذا الرقم 19588. فاصل قصير وراجع لكم مره اخرى.